بكل الخير رجعت لحضراتكم سريعا لرئيس قسم الشؤون الدوليه في الاهرام العربي الاستاذ اسامه الدليل. يعني استاذ اسامه منورني وكلنا مشتاقين ان احنا نسمع، هل بالفعل مصر بتتحرك لامتلاك ادوات قوه عصيان في ايديها غير اللي احنا كنا متعودين عليه خارج فكره سلطه المال، السلطه العسكريه المباشره، الاشياء التقليديه اللي تعودنا عليها؟ نعم، كلمة القوة على أي حال هي كلمة ضخمة جدا، فيها الظاهر والخفي، فيها القوة الصلبة والقوة الناعمة، فيها حاجات كتير أوي 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 أوي. فالقوة من حيث مفهومنا ليها مش بس ما تملكه من أدوات للتخريب أو من أدوات للردع أو من أدوات للقمع، لا 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 لا، الموضوع ضخم جدا وأوسع من كده بكتير. وأتصور كمان إنه اللي احنا فيه النهاردة، اللي احنا واقفين عنده النهاردة، بما في ذلك مشهد باريس، بما في ذلك بقية المشاهد اللي في العالم، بما في ذلك محاولات لملمة الدواعش وإرسالهم إلى صبراتة وبني الوليد وكل حتة ثم حتفهم عليك من الجهة الغربية، كل ده عبارة عن تعبير عن يأس قدام قوة بتتنامى أنا مش عارف أوقفها. بالظبط، وهذه القوة يمكن المواطن مش حاسس بيها. ايوه، انت ما هو انت حاسس بحاجات ومش حاسس بحاجات. في حاجات ممكن تحسها لما تقارن نفسك بمشهد كنت فيه بتتقلب انت ومراتك وعيالك وعربيتك الساعه 12 الظهر، وهذا المشهد اتنسى وما عادش هناك سبيل لعودته، ولكن هناك من يريد اعادتك للمشهد ده. ليه؟ لانه لازم ارجعك لنقطه البدايه عشان اعاقبك على اللي انت عملته في 30/6. الناس مش عايزه تفهم، خلاص قلت وفي هذه الشاشة، وكان برنامج اسمه صباح أون ومع حضرتك شهر 7 في 2013، أن المصريين أطلقوا قنبلة نووية جد من باكستان لحد المغرب وجد من تركيا لحد أثيوبيا. اللي احنا عملناه ده مش طبيعي ومرعب، الناس ما خدتش بالها، ومن ثم حضرتك هتفضل تدفع فواتير فواتير فواتير. نالوا منك، طيب ما انت في كل مرة حد بياخد معاك اجراء انت لازم تفكر في الاجراء المضاد وهكذا، وهو اجراء مضاد للاجراء المضاد، وتفضل حكايه كده في التصاعد. بالظبط. فاحنا وصلنا للمرحله اللي عينينا فيها بقت قدام 20-30 سنه. ايه تاني؟ طيب انت عندك ايه بقى علشان تلعب في دي؟ اقول لك بقى. انت عامل حسابك على دوله مدنيه، دوله وطنيه قوية بالمعنى الحرفي لكلمة قوية، مش بس في التسليح العسكري، لا، وكمان في كل عناصر قوة بما في ذلك القوى الثقافية والاقتصادية وكل حاجة. هو طول الوقت عمال يستنزفك، بلاش تبقى هنا. على سبيل المثال القوات البحرية بتحتفل بعيدها 50 وهناك حاملة طائرات، طبعا احنا عارفين ان في 2 حاملات طائرات، ولكن الحاملة دي بالذات اللي موجودة في اسكندرية ده اول احنا ما جبناها على طول راحت داخلة في مناورة على طول، ولديك قطعة بحرية جديدة القدرة البحرية اخطر 100,000 مرة من القدرة اللي انت متخيلها. وانا قلت الكلام ده قلت ان مستوى اللي جاي بحار. القدرة البحرية وقوة البحار. طيب وكمان عندك فتح قاعدة محمد نجيب تناسي، ومش عارف عامل العالمين الجديدة وعامل العاصمة الإدارية الجديدة وعامل شغل ضخم قوي قوي قوي، وعمال تتطور في علاقاتك الدولية وفي أزمات كتير ونظر الحرب مرعبة تجاه إيران في وقت مرعب، يقولك بمجموعة كده يحطها لك عند الكيلو 135 طريق القاهرة الواحد. الجغرافيا هنا هي الموضوع، الرسالة هنا، سيبك من اللي حصل على ده. اللي حصل بعد كده كان كمين، اللي وقع فيه وقع خلاص الله يرحمه. ما تقولش كمين اللي هيفتكروا هي الحادثة كانت كمين. لا، ما الحادثة كانت كمين ليهم مش للقوات المسلحة. بالزبط. ومش للشرطة المصرية، لأن الشرطة المصرية انتصرت عند الكيلو 135. بالظبط. إيه بقى الحكاية؟ الكيلو 135 يعني كام دقيقة؟ يبقى عند مطار أكتوبر، يبقى كام دقيقة يبقى عند محطة الأقمار الصناعية بتاعت النايل سات، كام دقيقة يبقى هنا مدينة الإنتاج الإعلامي. طب حط عليهم كمان 30 دقيقة عشان يبقى في ميدان التحرير. ما هو ده، هو ده. طيب هتقعد تفتي وتقول للجيش والقوات الجوية، لا يا حبيبي، كان معاه قاذفات صواريخ شفناها قبل كده في العريش في 24 يناير 2014، عندما أسقطت طائرة هليكوبتر بصاروخ إجلة الإيراني. تمام. لا،
اللي ذاكرته ضايعة يستعيدها شوية. ومن ثم ما فيش غير الالتحام المباشر. ماشي، ما فيش صدام ما فيهوش ضحايا. طبعا. والضحايا بتوعنا ما اسمهمش ضحايا، دول شهداء. ارتقوا مش سقطوا، ارتقوا شهداء. ورب العزة نهينا، عارف يعني ايه النهي الإلهي؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم. ورب العزة اللي بيحيي ويموت قال عليهم أحياء. ده عايش أحسن منه ومنك. أفرح، وأفرح ببطولته، وأفرح بالإيد اللي ربته وأبوسها. أبوس الإيد اللي ربت ده. وهتعلم أمجد البطولة، لأن البطولة يا حبيبي مش في ملاعب كرة القدم. البطولة هنا. مش اللي في ملاعب كرة القدم. إنما هي هنا. طيب. وسقط 15 كلب من كلاب النار. نفق 15 كلب. ال 15 كلب دول ماتوا من الكآبة؟ ولا ماتوا في اشتباك؟ ماتوا في اشتباك؟ الله، يبقى أنا قواتي ما حصلش فيها اللي أنت بتقوله. وقواتي كمان انتصرت هنا. فرضت إرادتها هنا. خطوة واحدة بعد كده لأ. هتتشال من على وش الأرض. طيب هو بعد كده ب 24 ساعة حصل إيه؟ مش حصل إن القوات الجوية رصدت دخول العربيات 8 عربيات بأسلحة وذخائر وخلصوا عليهم؟ الله، يبقى ده أنت لسه مضروب أهو ومصمم. يبقى إذن العملية مستمرة طبعًا. ها؟ وهيفضل شغال عليك. وهيفضل مش بس شغال عليك، ده عايز يفكك. طيب، واحد المشهد اللي إحنا شفناه واللي اتورط فيه من تورط فيه. ولكن الناس بتجتهد، وهي بتجتهد كلنا لازم نقول إحنا بنجتهد. بلاش ان احنا يعني ندي احكام وكاننا يعني تحولنا الى قضاء، ربنا يسهل حال الكل. لكن في وسط ده لازم كلنا نراجع نفسنا. ازاي ابتلعنا فكره ان هناك خيانه جوه الدوله المصريه؟ يا الدوله المصريه فيها خونه؟ ها؟ ولا مطلوب ان حضرتك تفكر بالطريقه دي؟ مطلوب. نمره 2، لماذا كلما حدث حادث ارهابي عادة صباعك لازم تروح للمجرم؟ أبدا، صباعك بتروح لحتة تانية، للضحية. سبحان الله، مش الضحية، المسؤول عن إنفاذ القانون. المسؤول، تمام. غريبة، إيدك دايما على إنفاذ القانون وكأنه غلطان لمؤاخذة إنه راح قاتل الإرهاب. طب ما تيجوا كلنا نفكر بطريقة تانية خالص 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 خالص. ماذا لو كان كل ضابط، ودي عملية فدائية كل ضابط طلع فيها عارف إنه مش راجع، كانوا يعلمون علم اليقين وجايين من مديريتين امن غير بعض، من الجيزه ومن الفيوم، لا الموضوع كان كبير. ولو كانت اتفتح الباب للتطوع كان هيبقى كام الف ضابط موجود، تمام؟ مثلا كل ضابط قال لا عيالي وامي، لا انا مش زي زيكم بقعد على الكافيه وبتاع وعلى النت، ولا يا عم انا مالي. ماذا لو ما كناش رحنا؟ ماذا؟ قول لي، كل واحد بيفتي يقول لي ماذا لو كل واحد مارس حقه الطبيعي، حق الإنسان الطبيعي في الحياة، وقال حياتي. كان بقى الوضع دي، كان الناس دي دخلت جوه. مش بس دخلت، ده كان زمانتنا ما احناش هنا دلوقتي أصلا. بالظبط، لا كان في استوديو، ولا أنا ولا أنت ولا أي حد، ولا الأهرام اللي أنا بشتغل فيها أصلا. الموضوع كان انتهى، كان انتهى بخمس ست العيال بدول، كان انتهى. يبقى لو فكرنا بطريقة عكسية هتكتشف ان احنا انتصرنا في موقعة الكيلو 135 طريق القاهرة الواحد، ما انهزمناش خالص. طيب هو انا خسايري قد ايه؟ 16 راجل، يعني في حدود كام في المية من القوة اللي طلعي؟ 20%؟ طب ما هي دي النسبة المعروفة في العالم كله لخسايرك في اي صدام، ما هي دي النسبة المنطقية. خلاص، حتى التدريب فيه نفس النسبة دي خسائر. وارد بتتدار. طبعا وارد، في صدام ما فيهوش خسائر؟ لا. ليه؟ واحنا كنا رايحين الدوري؟ ده قتل، يا قاتل يا مقتول، مالك؟ وبدل ما اكرم اسر الشهداء واقول تسلم الايد اللي عملت الرجوله دي، افتح عزا واخليها عزا في كل حته ومناحه والناس اللي قلقانه على عيالها، ده كلام فارغ، ده كلام ما يطلعش من اعلام وطني ابدا في اي مكان في العالم. وحدي لكم البرهان على كده، البرهان المادي. ها هو لما كان بتحصل اعتداءات ارهابيه في لندن او في باريس او في بلجيكا او في ده الحكايه واسعه.
حد بيجيب سيره مسؤوليه جهات الامن مستحيل. طيب ولما بيقع ضحايا من رجال الامن بيحصل ايه؟ جنازتهم عامله ازاي؟ الاعلام بتاعهم بيعمل ايه؟ الدنيا كلها بتبقى عامله ايه؟ بفخر شديد، فخر، والفخر من خيرك لفوق. مش بتعيط ودماغك لا لتحت. ولازم الرئيس بتاعهم سواء كان ترامب او غيره يطلع يشكرهم. انما احنا الظاهر ما نعرفش البطوله الا في ملعب الكوره، ودي كارثه. او البطوله في المسلسلات يعني، زي مش عارف مين الدسوقي. ما ينفعش، ما ينفعش يا فندم. الميديا كمان، الميديا بتاعتنا كمان فتحت مناحة، وده ما كانش صح ابدا ابدا. كان لابد ان تفخر الميديا ب 16 بطل، مش اول ابطالنا ومش هيكونوا اخرهم، لانه الرجولة موجودة في مصر وبوفرة. انما لمؤاخذة الخنوسة مش شغلنا. طيب. ولا عمرنا نعرفها. طيب. ولا نعرف اهلها. نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي في ترتيب الاوراق العالميه، وده هيدفعك تمن شكله عامل ازاي بالظبط. انا عايزاهم بس نوصل انه ما شاهدوه في باريس ده والتغيير مصر بعد ما اقرت في قمه الرياض تعريف الارهاب وبتعمل تعديل على تعريف حقوق الانسان. تفتكري انه كان غريب بالنسبه لنا؟ لا، على الاقل احنا، لا لا، على الاقل احنا اللي شغالين في الشؤون الدوليه في الصحافه المفروض يعني. لا لا خالص. ليه؟ لان ماكرون احنا عارفينه، ومصالح الدولة الفرنسية احنا عارفينها، والرؤية الاستراتيجية للدولة الفرنسية تجاه المنطقة نعرفها، نعرفها جيدا، ونعرف مقاصدهم ونعرف مصالحهم ونعرف توجهاتهم، مش بس تجاه المنطقة، لا، واتجاه أوراق كتيرة في العالم فيما يتعلق بالسياسات الخارجية الفرنسية. ومن ثم اللي عمله ماكرون ما كانش شيء استثنائي خالص، ده الراجل واضح وصريح جدا، بس شكل مفاجأة للداخل الفرنسي. مش لأن مفاجأة، هو أحبط الشيء كان بيتعمل بالظبط، فخ يقع فيه رئيس دولة بالظبط كده بضخامة الدولة الفرنسية، لدرجة إن ساركوزي كان مشارك في الفخ ده عادي. ما هو ده وارد، وارد إنه يتعملوا فخاخ من أقرب الناس إليه. العمل السياسي ما هوش عمل بسيط، ولكن رغم صغر سنه ما وقعش في الفخ. ما وقعش في الفخ، وكرس مبدأ خطير قوي. إحنا مالنا ومال الدول؟ إحنا هنعلم الدول. ما فيش حاجه اسمها التدخل في الشؤون الداخليه لدى اي دوله في العالم. في السياده المبدا الرئيسي ده موجود في ميثاق الامم المتحده. المبدا ده موجود في العالم باسره. الله، ده انا واضح ان انا قفلت باب، مش اتقفل بالنسبه لمصر، ده اتقفل في العلاقات الدوليه. ايوه، باب كان كده بيسرسب يسمح لاي دوله انها تفرض وصايتها على اي دوله، مره باسم حقوق الانسان، مره باسم مش عارف ايه الديمقراطيه. كلام هدوا العراق باسم الديمقراطيه. كده اتقفل في باريس. تفتكر الباب ده ينفع يتفتح في برلين؟ لا. ما اهو ينفع يتفتح في روما تاني؟ نو. طيب ينفع يتفتح في بروكسل ذات نفسها؟ طب وامريكا اخبارها ايه؟ ايوه، ما هو ده بقى كلامه الاخطر. طيب بالظبط، لان ما تنسيش كمان ماكرون طالع من ايه؟ ده طالع من اشكال تاني، وهو بيقابل الرئيس المصري في اشكال مرعب هو قاعد فيه. ترامب عايز ينسحب من الاتفاق النووي مع ايران. الاتفاق النووي ده ما كانوش قاعدين في حاره عملوه، ده فرنسا طرف فيه، وبريطانيا طرف فيه، والمانيا طرف فيه، وروسيا والصين، ست اطراف. وحضرتك عايز تطيح بكل الدول اتفاقيه جماعيه، لان حضرتك قررت دق طبول الحرب على ايران. طب ومصالحي انا فين؟ انا فين في المائده دي لما اخذ نطيشه مثلا؟ فيطلع ترامب يقول لا انا مش ضد انكم تبزنسوا وتكسبوا فلوس، انا بالنسبه لميركل وبالنسبه لماكرون حبايبي، وانا قلت لهم ما تبطلوش تكسبوا فلوس. امال انت بتعمل ايه؟ ده انت يا راجل قررت بعد 26 سنه، بعد 26 سنه انك ترجع الطائرات البي 52 دايره 24 ساعه في 24 ساعه مليانه قذائف نوويه. الكلام ده كان ايام الحرب البارده. لاول مره من 26 سنه نرجع للفيلم القديم بتاع الطيارات اللي سخنه 24 ساعه في 24 ساعه وماسكه قذيفات نوويه. طيب يا قوات جويه امريكيه، الكلام ده معمول عشان الردع؟ قالوا لا. الله، يبقى عشان القتال. طب هو ايه اللي جاي؟ القريب في ايدك مين؟ انت عمال بتسخن على ايران وحاطط في دماغ كوريا الشماليه، انت بتولع في الكره الارضيه. طب ومصالح بقى الجماعه دي فين؟ ما هو الجماعه دول مليارات وفلوس وحاجات وده الوسط، ده اللي لازم يتولع فيه عشان نوصل للاهداف مش كده؟ فبالتالي زياره الرئيس المصري بالنسبه له فرصه طبعا، وفرصه مرعبه، انه يقول لا والله العظيم ما ينفعش، لا ده احنا لينا كمان اوراقنا اللي هتترتب في الشرق الاوسط، وعندي قوه اقليميه عظمى
موجودة في الشرق الأوسط اسمها مصر. اسمها مصر، وهذه القوة مش بس على مستوى السيطرة البحرية، لا، وعلى مستوى السيطرة القارية، وحاجة تقيلة قوي 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 قوي، ونعرف من خلالها ان احنا نفك كتير من الملفات ونركب كتير من الملفات. على سبيل المثال حضرتك اشرت الى الملف الليبي، طب والسوري اخباره ايه؟ في تغيير كبير بيحصل. طب وفي غزة الاخبار ايه؟ ده يا دوبك ده فورا، ما فيش يومين طلعوا جري على ايران حماس علشان المعادلة ترجع، ما هو هيعملوا ايه؟ الملفات كلها بتترتب، كلها بتترتب. طيب القرار الاستراتيجي المرعب اللي اتخذ في 30/6، ما فيش حاجة اسمها الإسلام السياسي بالظبط، قولا واحدا من هنا بقى اليوم الدين. الكلام ده يجي في الفوضى، ما نزلش على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا نزل في قرآنه، ولا له علاقة خالص، مالوش أي علاقة بالسياسة. إنك تسيطر على الجغرافيا جيوسياسيا بالدين بالظبط. وأنه دين بقى؟ دين أنت مألفه، مش موجود لا في الكتاب ولا في السنة، ما حصلش. ومش كده بقى وبس، وإعادة تشكيل خرائط كمان، وحنتحول مش إلى مواطنين أصحاب عراقة بالوطن اللي هو جغرافيا أصلا، لا، هنتحول الى مؤمنين، يا مؤمن يا كافر، مش مواطن واجنبي. لا لا، هنتحول كده مؤمن لا لا. وكافر بدل مواطن واجنبي. ده الكلام ده بيحصل فين في العالم غير عندنا؟ فين بقى؟ ما هو اللعبة وليه علينا. احنا بالذات يعني؟ الله، يبقى واضح طبعا ان في شغل طول الوقت، في شغل، وفي شغل لاعاده الهندسه الاجتماعيه في المجتمع، وده مهم قوي. وفي وسط ده هتلاقي تطبيقات زي العك النائع اللي عايش فيه الشعب المصري ده، والله ما عارف فيسبوك، انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ازاي احترم حاجه بتتعامل مع عقلي كصفيحه زباله، ما اعرفش والله العظيم ما اعرف، وكيف يرتضي الناس هذا والله ما اعرف، ولكن انا ماليش علاقه، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ومع ذلك انا عايز اقول للناس ان اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي مش لحظه نهايه، مش لحظه خطره، ايوه، ده اللي جاي اخطر، اللي جاي اخطر يا محترم. وقد صغت العلاقه دي في حوار اتعمل معايا عملته صحيفه جزائريه، وقلت لهم احنا عاملين زي الصايم اللي مستني الفطار، اصعب اوقات الصيام التي تسبق الاذان مباشره وانت في الصعب، وهنكون اصعب كمان قبل ما الفرج ما هيجي والاذان هيدن، يعني احنا كده بنقرب، خليناش بس اقف مع حضرتك، يعني عايزين نقول للمصريين احنا بنقرب من اذان المغرب اللي هي لحظه الافطار بالظبط، يعني انتوا قريبين من انكم تبداوا تلمسوا الانجاز، وهتحس بالقرب كلما اشتدت. ده حتى المثل البلدي، اشتد يا ازمه تنفرجي، ما دام ما انفرجتش يبقى لسه ما اشتدتش، اهي الفلاحين عارفينها كده، والشده ولسه في شده علشان الفرج، اصله مش هيحصل الا بعد اكتمال سواد الليل انك تلاقي الفجر، وده طبيعي في حياه الشعوب، وطبيعي جدا في الازمات، وطبيعي جدا في حياه المجتمعات، في كل المجتمعات، في كل المجتمعات. طيب خلينا هنا نقف شويه بفكره انه اللي بيحصل ده، ان مصر تبقى لاعب اقليمي فارض نفسه على الطاوله بهذه القوه، ويعني بيعرف ياخد من كل حد اللي هو عايزه بالظبط، يشوف ترامب في السعوديه فهو كفايه عليه يوقع على تعريف مصر للإرهاب، ينفذوا ما ينفذوش بقى مرجعية، انتهينا، نشوف بوتين فنبقى عارفين احنا عايزين منه ايه تحديدا، نتعامل مع ماكرون او برلين احنا مش مشغولين بالمجتمعات دي غير احنا بنحقق ايه، لان هذه الدولة بعقلها تتحرك بمفهوم تحقيق الانجاز. برضو لازم ناخد بالنا انك وانت بتاخد مكاسبك، الطرف الثاني ده مش لمؤاخذه حد احنا بننصب عليه ونبيع له ترمان، لا، هو كمان عنده مصالح طبعا، ولقاء مصالحه مع مصالحي احسن من اصطدام مصالحه بمصالحي بالظبط. انا عايز الناس تفوق لي دي كويس قوي. طيب اشرح. انه في دول كتير ممكن تصطدم بيك مصالح، طيب كلفه صدامه معاك وكلفه تعاونه معاك ايهما اخف؟ ليه تدفع كتير لما تقدر ما تدفعش اصلا؟ يبقى ما عندوش حل تاني غير انه يتفاهم معاه. وده ممكن تشرح لهم في الملف السوري، احنا شفنا ازاي كان في تنوع كبير في تغيير المواقف. وفوق كل هذا انت كمان فاهم انت في ايدك ايه ولا لا؟ لان ده اخطر بقى. انا عايزاهم يبقوا فاهمين دي. لازم ناخد بالنا من عند الجغرافيا اللي هو لا بمزاجي ولا بمزاجك. والله العظيم لا بمزاجي ولا بمزاج اي حد. الجغرافيا دي، الجغرافيا اللي رب العزه خلقها، فرضت لنفسها مكانه من غير اي مجهود. حاجه خالص،
انت موجود في مكان من العالم في منتهى الخطورة، رقبة العالم في ايديك، تخيل. يا حبيبي مش بمزاجي والله العظيم، مش جدعانة من عندي، دي نعمة من عند ربنا. واحد. اتنين، مكانك في القارة، هذه القارة الافريقية الضخمة اللي انت في اقصى شمالها الشرقي، ها، حاكم ومهم وخطير. وبعدين طبيعة الدولة وارض الدولة اللي خلتها دولة غريبة جدا، افرو اسيوية وايضا افرو اوروبية. تخيل، شوف المكان. انا بدعو الشبان كلهم ان هم يقروا الدكتور جمال حمدان رحمة الله عليه. لازم ينقري، لازم يتقرر في مدارس، ان الاوان بقى، خلاص بقى انتهينا. لازم ده اللي يبقى اساس المعرفة، انت واقف فين. حتى الحادثة الارهابية الاخيرة اقف عند فين وانت تفهم يا اخي، اقف الحادثة حصلت فين، فين فين في الجغرافيا وانت تفهم الباقي كله. هو اختصار الزمن، الموضوع خلص بقى. ماشي، طيب الحكاية فين؟ الدولة المصرية ده وضعها، وهذه الدولة حاكمة ومركزية في شوية دوائر، بما فيها الدائرة العربية والعروبة ثقافة شايلة منين لفين، الدائرة الافريقية من فين لفين، الدائرة الإسلامية، الدائرة المتوسطية، دائرة العلاقات ما بين أفريقيا وأوروبا، دوائر كتير بتتلم عندك أنت ومش بمزاجي. طيب بالضبط. عناصر القوة دي لها فاتورة، خاصة أن أنت فرضت نفسك، برغم هو كان شايفك لسه مرتبك، لسه ما وصلتش للاستقرار المطلوب، لم تتحسن أوضاعك الاقتصادية بالصورة المطلوبة، ومش مطلوب أنك تتحسن، بالعكس هيقعد يكعبل فيه. بس أنت بتزاحم وبتحقق، بتزاحم وبتحقق. طيب شوف يا فندم، في مفهوم اسمه الحرب. الحرب، الناس شافت الحرب في سيما، ناس عماله ترزع في ناس الحرب بتتطور، هي رخرة الحرب دي، مش حاجه لمؤاخذه تتقال في السيم يعني. الحرب عباره عن صراع فيه طرف هيفرض ارادته على طرف تاني بالقوه، بس الطرف ده لا يمكن ينتصر الا اذا الغلبان ده اذعن، استسلم واعلن استسلامه، انهزم، بتبقى مخلص عليه، ما فرفرش لسه، لازم يزعن. عشان كده الحرب تتعمل بقى بالدبابات، تتعمل بالطيارات، تتعمل حرب اقتصاديه، تتعمل حرب على الفيسبوك، تتعمل بالطريقه اللي تتعمل بيها. انت طول الوقت في صراع، وهذا الصراع عباره عن حلقات. طيب هتخلص امتى بقى ان شاء الله؟ لا، ده تخيلوا اللي بيحدد نهايه الحرب، المهزوم مش المنتصر. تخيل المهزوم هو اللي يقول امتى، لان هو اللي هيستسلم، لان هو اللي هيزعن. لازم ومش تخلص عليه، مش تبيده، لازم يبقى حي ويقول بلسانه انه استسلم، استسلمت خلصت. اصل لو مات انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. لازم يبقى صحي كمان. طيب على المستوى الاقتصادي بيتعمل معانا ايه؟ على المستوى الدولي بنلعب ايه وبيتلعب معانا ايه؟ على مستوى القوى العظمى وعلاقتها بينا، ان كان الصين، ان كانت روسيا، ان كانت امريكا، ان كان الاتحاد الاوروبي الذي لن يكون هناك في اتحاد اوروبي عما قريب ان شاء الله. طبعا ده خلصان، دول 98 ولايه على فكره، انتم ما سمعتوش غير عن ثلاثه، واحده في اسبانيا وولايتين اثنين في ايطاليا. لا دول 98 وفقا ليونكر بيقول هم 98، يبقى فرجونا اللي هيفضل كام. وعايز اقول للناس حاجه مهمه قوي، اوروبا دي مش دوله، دي قارة اسمها قارة أوروبا، مفيش جنسية ولا واحد معاه باسبور مكتوب الجنسية أوروبي. والعالم اللي قاعدة دي لممها الجغرافيا، لو بصوا على التاريخ هيخلصوا على بعض. لو كل حتة في أوروبا بصت للتاريخ هيخلصوا على بعض. الجغرافيا بس هي اللي لمها. والعكس في أمريكا على فكرة، تاريخ الهجرات، ولو بصوا للجغرافيا هيخلصوا على بعض. طبعا. أما نحن جمعنا التاريخ والجغرافيا وافهم ده كويس وحطها حلقة في ودانك. أما العالم العربي اللي لمنا التاريخ والجغرافيا الاثنين، الحمد لله. طيب عشان ننزل شوية من الحوار، أنا عايزاه يبقى ممسوك بالنسبة لكل المستويات اللي بتشوفني. حادثة الكيلو 135 الحمد لله، يعني في بطولة مصرية اتسجلت على هذه الرمال. بطولة؟ لا بطولة طبعا. طبعا. لكن ده بيقول انه كمان مع ان الانجاز يتبروز زي مشهد فرنسا ده او غيره، ده معناه ان احنا رايحين لاشياء من هذا النوع. مش كده وبس، هو لما انا اخلص عليك واجبرك على الفرار واخلص على 15 كلب من كلابك، وبعديها ما فيش يا راجل 24 ساعه ولا 48 ساعه داخل برضه
برضه داخل. الله، يبقى في موضوع كبير قوي قوي قوي. الحكايه مش على قد دول، ده لسه كتير، ده لسه 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 كتير. ومش بس من الغرب على فكره، عشان ما تنخدعوش، من الاتجاهات الاربعه، عشان بس ما حدش يبقى نايم على ودان. من الاتجاهات الاربعه انا بتكلم عربي، يعني من البحر المتوسط، من السودان، خصوصا بعد افتتاح القاعده التركيه في الصومال. جايين لانهم فتحوها في الصومال لاستقبال الدواعش وارسالهم عبر اثيوبيا وجنوب السودان لحد عندك من تحت يعني. والدواعش كمان اللي اتنقلوا الى صبراطه وبني الوليد والى اخره، بيلموا نفسهم جايين جايين. ما تقلقش. والجماعه اللي قاعدين في غزه اللي احنا صالحناهم وظبطنا لهم الحال وفتحنا لهم المعبر، حصل اللي خلينا نقفله تاني. ما هو المشكله كبيره، هم لما هيتصالحوا وتصالحوا والدنيا بقت زي الفل، الجماعه اللي قاعدين في سينا ما بقاش قدامهم غير بديل من اتنين، هيموتوا من الجوع، يا نرمي السلاح يا ننتحر. عملوا ايه بقى؟ ينتحر. راحوا يسرقوا بنك، البنك الاهلي. افهم، لما الارهابي يبطل جهاد ويبطل تمثيل ويطلع يسرق بنك، طرق الامداد بتاعته خلصت خلصت. وتقدير الموقف بالنسبه لي كان واضح، يا بنرمي سلاحك الله يسترك واستسلم، يا اما دوب اخفى، دوب لك في اي مصيبه واطلع كده في وسط النار ودوب، لانك ما عندكش غير انك تنتحر. وفي العمليتين كانوا انتحاريتين بالظبط، احزمه بس واحده فيهم وده الاخطر، سرقه بنك. ده اللي كان يهمني، انه بالفعل تاكد لدي بالبرهان المادي ان احنا عرفنا نطرد قطر وايران وتركيا من غزه. ده الكلام ده ما يعجبش ايران، وبالتالي حماس كلها في طهران. طبعا في الوقت طبع. اللي كان عندي حاسه 135 كانوا كلهم في طهران بالظبط. بيعملوا ايه بقى؟ دي حكايه ثانيه. طيب عايزه بقى الهندسه الاجتماعيه، عايزه ادخل قبل ما وقت يخلص الجبهه الداخليه، لان ده دورها. تمام. ولان يعني كل ما بنحاول نحط البوصله وغصب عننا بنشاور للنقاط اللي بتفتت هذه البوصله، بنتعرض لايذاء غير عادي. طب خلينا اتكلم مع حضرتك، كلام ابقى مسؤول عنه، حضرتك مسؤول عنه، والاعلام المصري كله يبقى مسؤول عنه. اتفضل. احنا اتسرقنا. مين احنا واتسرقنا مننا ايه؟ احنا الاعلام يعني. اتسرق مننا ايه؟ انا هقول لك ايه. احنا المسؤولين عن تربيه هذا الشعب وتعليمه. التربيه والتعليم مش في المدارس وبس يا استاذه، لا، الاعلام في العالم كله شريك في صناعه الراي العام. مش يعني التربيه والتعليم، احنا اللي بنخوض الراي، احنا اللي بندي المعلومات مش الاراء، المعلومات. واحنا اللي بنقول فين السلوك الجيد وفين السلوك المدان. لما بتفدي البلد انت بطل، انت راسنا من فوق والايدين اللي عملتك تتباس، ولما تبقى حرامي هجرسك وهتبقى عار وعار على اهلك. احنا اللي بنقول معيار القيمه. احنا اتسرق مننا الدور ده وبقى موجود في حته تانيه، وارتضينا ذلك. والانيل من كده بقى الفيسبوك هو اللي على الشاشات. اتسرق على الاعلاميين كلهم انهم يقوموا بالعمليات المطلوبه زي ما الجيش والشرطه بتقوم. البلد دي مش هتتسرق ولا دورنا هيتسرق في فرض الامن والنظام والاستقرار. احنا كمان دورنا مش هيتسرق، هنواصل دورنا في التربيه والتعليم وقياده الراي العام. مش كلام فارغ من ده، الحقيقه هتبقى عندنا مش في اي مكان تاني. ومش بس، ومعيار السلوك ومعيار القيم هيبقى عندي. عدا ذلك بقى هيتاخد منك دولتك وناسك اللي انت في رقبتك ليوم القيامه، هيتاخد ناسك ويعاد تشكيلهم ذهنيا ونفسيا. طيب. ومش عارف يروحوا الشواذ يعملوا حفله فين عشان الحكايه تبقى عارف انه البعض بالنسبه له عنده باسبور تاني، فممكن تبقى المساله يسيره. ده احنا 100 مليون، هم كم واحد اللي معاهم باسبور تاني؟ البعض من المسؤولين عن يعني التيار ده في التربيه والتعليم زي ما حضرتك اتكلمت عنه، وهنا بتبقى المشكله. وانا مع ظهير هذه الدوله دايما بقول في جهد عليهم هم الان، لان لحد ما كل الاعلام عنده يعني طول الوقت عنده مبررات. اللي حضرتك بتقوله ده هيترد عليك انه ما كانش في بيان من الداخليه، ما كانش في معلومات. مش دي بقى القضيه لسبب، مع احترامي مع احترامي، انا ما بشتغلش مصطجي عند وزاره الداخليه ولا عند اي وزاره، انا مش مستني يطلع بيان عشان اخده انقله الراي العام. انا صحفي، شغلتي جمع المعلومات، انا ذات نفسي.
بصرف النظر الداخليه قالت ولا ما قالتش. فاعمل انا ايه؟ ابتدي الاول المعلومه اللي في ايدي دي ليها مصدر ولا ملهاش؟ يا حضرات المعلومه دي معلومه خاطئه وكاذبه. ملهاش مصدر. على طول الاعلام هو اللي يقول مش وزاره الداخليه اللي تقول. نمره اتنين وسنوافيكم بالتفاصيل. وابتدي انا اشوف مصادري الحقيقيه واروح اتفرج على الشاهد الصامت الجغرافيا هو فيه ايه. لو اتمنعت اديني واقف مطرح ما اتمنعت، نحن في اقرب نقطه من الاشتباك ونتحدث معكم على الهواء. في شاشات كتيره قوي في لبنان كانت بتصاحب القوات وهي بتقتل الدواعش وبتفرج عليهم كل يوم لحد اللحظه دي. احنا فين بقى من ده؟ احنا فين؟ ده عمليه بتتم على ارضي وبيقوم بيها جيشي وشرطتي والى اخره، وانا فين؟ انا بشتغل ايه؟ مصطجي مستني البيان؟ والناس اللي مستنيه البيان هي مستنيه رغيف طالع من الفرن. قول لي هو البيان لو اتاخر هيجي لك شلل ولا حاجه؟ بيان هتصاب بهلاوس سمعيه وبصريه؟ لا الناس هتقلق. ما تقلق يا اخي، ما منطقي. كل واحد ابنه في الشرطه ولا ابنه في الجيش عارف انه خارج مش راجع. الآن على ايه؟ مالك؟ مالك؟ ولا لازم نبقى مخنثين ونخاف على عيالنا؟ فبالتالي لو انت هاجمت الارهاب هيتيتم عيالك، لو انت واجهت الارهاب امك هتبقى ساكله، ما عدتش تهاجم الارهاب. يعني حضرتك عايز تقول لي ان الثنائيه الان اللي بتفرض على الشعب المصري عبر شاشات وشخصيات عامه وفيسبوك و فكرة انه هتتعامل مع الارهاب هتخسر، هتتعامل مع الارهاب هتتيتم. انت ما انتش قده، فبلاش وسيبه بقى. يا تفاوضوه يا تشوفوا له هو عايزه ايه يا اخوان. بس ده بيسرق الروح المعنوية من الدولة اصلا كلها. انت بتكلميني بيسرق الروح المعنوية وانا بقول لك في شعب بيتسرق. واحد. اتنين. وده الاخطر. هو هدف الارهاب ايه؟ مش احداث حالة في المجتمع في المئة مليون بالرعب. انا اللي رعبته. تصوري؟ الاعلام هو اللي رعبه. تخيلي. الاعلام رعب الشعب. بالظبط. الحق الداخليه اتاخرت. ايه يا عم مالك؟ لا ده في ناس قالت إيه الداخليه خيانه. هات لي واللي قال خيانه بقى ربنا يصلح له حاله. خلاص خلاص اللي فات مات، انتهينا. ارجوك انتهينا لانه مات. تمام خلاص هم ماتوا والحكايه ماتت وانتهينا وعدت والحمد لله. تاني يوم ماتش جايبين فيه 6-2. فرجيني الشعب اللي مالوش كتالوج ده ايه؟ رغم الحمله اللي اتعملت عليه صح الكسر عينه. تاني يوم كان مهيص في الدنيا كلها. ولو ارضه مات فيها شهيد في الف غيره بيتولد. طول الوقت بنقول كده. ايه يعني؟ مش محمد نوح على احنا هل... طول عمرنا امتى ما قدمناش شهداء؟ عشان الناس تعيش. وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى اللي حاطط كل الارواح دي في ايدين الناس دي قادره انها تقدم برهان. لا احنا قدها ونص. طيب وحضرتك بتستمع في المؤتمر الصحفي، يعني ماكرون قال جمله انا استوقفتني يعني، وهو بيشكر القوات المسلحه المصريه وبيعترف بدورها، وهنا هو يعني ربما لانه مش عارف طبيعتنا فهو هنا بيشكر الشرطه والجيش وكده يعني ومؤسسات المعلومات المصريه طبعاً. ان اللي بتقوم بدور فإن هي بالفعل حققت تحجيم لتمدد الإرهاب لحد دلوقتي. مش بس كده وغير كده، لأنه هقول لك على حاجة. اللي أنا هقوله ده ما هوش كلام فارغ، أنا جايبه من مجلات عسكرية جينز من الآخر. مصدري روح دور. حتى هذه اللحظة من قدمتهم قطر على إنهم طيارين مش عارفين يسوقوا الرافال اللي اشتروها من فرنسا يرجعوا بيها. المعلومة موجودة، أنا قايل أهو، اتفضلوا وخشوا على النت ودوروا على جينز وبتاع لحد ما أنا وأنت قاعدين. من ساعة ما اشتروا. ومش بقول لك قطريين، بقول لك اللي قدمتهم على إنهم ما هو هيجيبوا الأتراك والإيرانيين مش عارفين هيسوقوها دول مش كده؟ إحنا الرفال استلمناه ورجعنا بيه واستخدمناه ما عندناش مشاكل. حاملات الطائرات بنستخدمها وإحنا ماشيين بنعمل بها منورات. طب عايز اسالك سؤال، الناس مذهوله من قدرات المصريين في التعامل مع السلاح. بتستشعر برغم كل اللي بيحاك لهذا الشعب والشعب تحديدا ان مصر بتستعيد روح اكتوبر؟ علشان تستعيد مصر روح اكتوبر لازم الاعلام كمان يبقى عنده عقل استراتيجي وعقل فاهم انا بقول ايه امتى لمين. تاني بقول ايه امتى لمين، والمين ده فين في انهي جغرافيا وليه، عشان اخد انهي ثمره بكره وبعده و20 سنة قدام. تاني انت اللي بتربي، انت اللي بتعلم،
وانا وحضرتك وكل اللي على الشاشات. تاني هسألك عن الشعب. نعم. لان الاعلام انا مع يعني انا وحضرتك احنا هنبقى عندنا امنيات ومن حق الاخرين يبقى عندهم امنيات لكن عندهم مبررات. احنا قاعدين يا فندم، انا في مجلتي وفي جورناني وفي مؤسستي، حضرتك في الشاشه بتاعتك، المذيع اللي في الراديو، كل واحد كانه جندي في ميدانه، كل واحد يفهم ربنا هيساله على ايه. على ال 100 مليون كاملين، على ال 100 مليون كاملين قول واحد. بس انا بحس ان اللي بيعمل افاقه لكلنا هو الشعب. مظبوط. لانه احيانا هو بنفسه بجد ساعه ما يلاقيك بتستخف بدماغه. انما الحقيقه انك طول الوقت علمته ان الخفه هي المعيار، وهي دي المصيبه، هي دي الكارثه. الخفه ليست معيارا. واستخف فرعون قومه فاطاعوه. اوعى تنسى ده، اوعى تنسى ده، اوعى تنسى ان رب العزه قال لك يعني فاسق جاءك بنبأ تبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. الجهاله اخطر من الجهل، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بس نرجع لقيمنا الرئيسيه واستنى بالله. الحكايه مش بين هيطلع بكره ولا بعده، الحكايه الحقيقه اصلا فين. خليني اشكر حضرتك شكرا جزيلا، رئيس قسم الشؤون الدوليه في الاهرام العربي الاستاذ اسامه الدليل. بتمنى انه تكونوا قدرتوا تلمسوا ما بين السطور الكتيره، وما زلت برا ان احنا اصبحنا ادوات الفرز، احنا يعني المواطنين المصريين، لحد ما الاعلام يخلص من حاله الجدل اللي ربنا لما غضب على قوم موسى اصابهم بيها، ويبطلوا طول الوقت الفتي ماكرون يتكلم عن ضرورة تعديل مفهوم حقوق الإنسان، لأن الثقافات والخصوصية الثقافية والاجتماعية بتميز دولة عن دولة. بيطلع من على شاشاتنا وما زالت ليها مشاهدات هذه الشاشات تكلمكم على أنه قانون الجمعيات هنعمل فيه إيه، ونفس الشيء على الفيسبوك من فضلكم، ونفس الشيء مع كل الشخصيات. لحد يعني ما ان شاء الله يعني نلتقي يوم السبت. اعتقد ان انا وحضراتكم عارفين كويس قوي مسؤولياتنا الان. الى اللقاء.